السلام عليكم، اهلا بكم. هنشوف مع بعض الغرزة المنتفخة دي يا جماعة، بتتعمل في كل تامن سطر وبتعمل المضاعفات السبعة. هنشوفها ونبدأ واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نبتدي نعمل الغرزة دي يا جماعة، عملت غرز عدد من الغرز مضاعفات السبعة، عملت 28 غرزة، واشتغل برضو 7 أسطر، وفي السطر الثامن نبتدي نعمل الغرزة. شايفين؟ هكمل كمان سطرين، السطر ده العدل والغرزة العدلة والسطر اللي مقلوب كمان، وارجع لكم في وش الشغل عشان نبتدي نعمل الغرزة. هنا كمان مشيت كمان سطر في ظهر الشغل، يعني نشتغل اسطر عدلة واسطر مقلوبة. على يا جماعة ممكن تعملوها على مسافات اكبر كمان من كده، سواء بعدد الاسطر لفوق او كمان على سواء بالعرض برضو في ايديكوا. يعني انا اخترت هنا انا هعملها اللي هي كل 7 غرز في العرض، وكل بعد 7 اسطر كمان ننزل بالغرزة. هخلص كمان السطر ده ونيجي للسطر العدل في وش الشغل نعمل. نبتدي بقى كده في وش الشغل، نبتدي نعمل يا جماعة الغرزة. ناخد غرزة والتانية والتالتة، وفي رابع غرزة هنا نشوف هنعمل ايه. نبتدي نفك الغرزة دي، بس شوية كده نبتدي نفك الغرزة. ادي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اسطر نزلنا، وفي السطر السابع بصوا السطر السابع نفكه هنا كمان، نفك كل الغرز كده. هنا ندخل في الغرزة دي بقى كده بالطريقة دي، شايفين؟ ناخدها نشتغلها كده، نشتغلها عدل ونطلعها، اعملها تاني بس قصادكم تاني اهي. تطلع كده معانا ونشد الخيط جامد ونشتغل الغرز اللي بعدها. شايفين؟ 1 2 3 4 5 6، وفي سابع غرزة بقى هنا نفك تاني، 1 2 3 4 5 6، 7 سطر ادخل في الغرزة واشتغلها، اطلعها لبره بس. خدها بس تاني هنا اهي، شد الخيط كويس، خليها مشدودة جامد الخيوط دي كده اهو، واشتغل. اعد بقى 1 2 3 4 5
ستة في السبعة هنا أعمل تاني. شفتوا هي بتعمل ازاي؟ اهو أفك وأعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وفي السابع سطر السابع أهو أنا هاخد هي وبرات وبرة الخيط بس ماسكة في بعضها أهي، هاخد الغرزة دي من جوه كده أشتغلها. اطلعها من ورا اشد الخيط كده عليها وارجع اشتغل الغرز اللي بعدها واعد واعمل في سابع غرزة تاني اكرر. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع، هنا اعمل تاني اكرر الغرزة بنفس الطريقة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، أفك وأشتغل في الغرزة. شايفين الغرزة أهي، هي دي بشتغلها كده، بطلعها من هنا أشد الخيط عليها جامد واكمل الغرز اللي باقيه في الاخر اهو. بص بتعمل ازاي شكلها الغرزة اهي، ادتني الانتفاخات دي. انا هشتغل بقى من سطر كذا سطر اللي هما ال واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وباجي في الثامن أشتغل الغرزة تاني. يبقى هشتغل سبع أسطر وأرجع لكم عادي. نعد الأسطر من الظهر، نشتغل سطر مقلوب وسطر عدل سبع أسطر، وفي السطر الثامن وش الشغل نيجي نشتغل الغرزة أو عادي غرزة سادة بنشتغلها. سطر مقلوب سطر عدل سبع أسطر، وفي التامل وش الشغل هرجع ليكم نكررها تاني. جيت رجعت بعد ما عملت سبع اسطر في سطر التامن في وش الشغل، نبتدي نعمل الغرزة بس هنعملها بالتبادل كده، فوق دي هنا في النص نبتدي نعمل، مش بعد اربع غرز زي ما بدأنا لا، يعني مرة كده ومرة. هتشوفوا معايا بعد كام غرزة، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، في سابع غرزة عشان تيجي في النص بين ال هنا دي تيجي، يبقى تيجي في النص اهو. نعمل يلا نفك، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وننزل في التامنة دي نعمل فيها نشتغل فيها الغرزة كده. طلع دي معانا كده بس نشدها جامد ونشتغل اللي بعدها ونعد، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، والسبعة نعمل نفك، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وننزل في الغرزة دي اهي نشتغل وهكذا، واحد اتنين تلاتة أربعة
خمسة، ستة، وادي السبعة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. هنشتغل ناخد الغرزة ونطلعها من هنا من برا، نشد الخيط جامد ونشتغل. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. خلاص كده، خلاص. شوف بقى شكل الغرزة بقى عامل ازاي. شايفين يا جماعة انتفاخات متبادلة. السطر الأول كانت كده، هنا السطر الجديد اللي بعده مرة كده ومرة كده. يعني مرة في السطر اللي أنا عملت فيه كان بعد في رابع غرزة، هنا بعد كده في سابع غرزة بعد ما اشتغل ستة، اتنين، أربعة، ستة، وفي السابعة هنا كان بنشتغل في رابع غرزة، وبعد كده بنعمل بعد 6 غرز. شايفين يا جماعة شكلها؟ بتكرروا الأسطر اللي احنا عملناها دي كده على طول. يعني احنا هنبتدي نشتغل 7 أسطر. السطر الفردي هيبقى في ظهر الشغل، وسطر الزوج في وش الشغل. نيجي في السطر التام في وش الشغل نكرر السطر اللي عملناه في الأول. هنا نبتدي نعمل الغرزة المنتفخة دي في رابع غرزة، ونعمل 7 أسطر، وفي اللي بعده في السطر بقى يعتبر 16، يعني نيجي نعمل في سابع غرزة زي ما عملنا السطر ده. انا هكررها كمان مرة، السطرين اللي عدوا دول، ووريكو هيبقى شكلها يبان اكتر. اما نطلع بالشغل شوية لفوق يبان اكتر لكم. كررت الغرزة تاني يا جماعة اهم. بقى ده شكل الغرزة معانا، شايفينها مجسمة كده لفوق. على فكرة ده ظهرها زي شبه غرز كتير من الظهر، غرزة الفراشة وغرز كتير تبقى عاملة كده من الظهر. شايفين اهي معايا؟ يا رب تكون فهمتوها ببساطة وكل سهولة تنفذوها. واي سؤال برضو مستعدة الاجابة عليه. دي شكل الغرزة المنتفخة او البابلز 3D بيقولوا عليها. يا رب تكون عجبتكم، ومع السلامة. نتقابل فيديو جديد في غرزة جديدة ان شاء الله مع التريكو.